لم تعرف أنونا متى بدأت هذه المشاعر الرهيبة في نفسها تجاه جوزيف. لا يمكن أن تكون منذ اليوم الأول، يوم نزلت من غرفتها فوجدته يجلس في المقهى يحتسي القهوة وهو مستغرق في قراءة الصحيفة أمامه. وقفت تنظر إليه للحظات، تراقب حاجبيه الكثيفين يقترنان بتركيز. ربما تحركت فأثارت اهتمامه، أو ربما الحاسة السادسة نبهته إلى وجودها. فحين أعادت النظر إلى وجهه كانت عيناه عليها، وسرعان ما طوى الصحيفة ووقف متقدما ليستقبلها. كانت البدلة القاتمة التي يرتديها مختلفة عن بدلة الأمس، فهي بدلة فاتحة اللون من الكتان، تحتها قميص له لون مماثل وربطة عنق قاتمة. أما شعره فكان رطبا وكأنه خرج لتوه من الحمام. وضع يده على ذراعها يجذبها إلى الكرسي الخشبي، ثم انتظر حتى جلست فارتد على عقبيه عائدا إلى مقعده قبالتها. هل نمت جيدا؟ أيبدو علي هذا؟ بالطبع، وأنا سعيد لأجلك، أنت الآن دون شك تتوقين إلى الفطور. ليس للفطور بل للقهوة. جيد، أواثقة من أنك لن تفضلي الشاي؟ لا، فأنا أشرب القهوة صباحا، مع أنني لا أتوقع شرب القهوة الفورية هنا. أستطيع أن أعدك بهذا. أشار إلى الساقي بيده وطلب منه القهوة، وبدأت آلة كبرى بإخراج البخار وإصدار أصوات الهسهسة. بعد لحظات عاد الساقي فوضع المنديل الورقي على الطاولة وكوبين كالقصعة وسلة من الخبز الصغير الدائري المخبوز في مطبخ الفندق، وإبريق قهوة كبير يتصاعد منه البخار، وإبريق آخر يحتوي على الحليب. قال لها جوزيف: دون سكر أرجوك في الكوب. حين أنهت صب القهوة سألها: ألم تشربي من قبل القهوة في هذا النوع من الأكواب؟ أبدا. وتابع يظهر لها كيف تشرب منها وقلدته، لكنها كانت سريعة في رفع القصعة حتى أن السائل الساخن تسرب إلى ذقنها ثم إلى قميصها، فسارع جوزيف يقول: ستتعلمين. لاحظت امتعاضه لأنها لا تزال في الجينز والقميص نفسيهما، ودفع إليها بسلة الخبز ثم عاد إلى صحيفته من دون أن يتكلم. بعد نصف ساعة كانا في السيارة التي سارت بهما عبر طرقات هادئة. بدا لعيني أنونا أن إيطاليا كانت تخفي جمالها كله وأطلقته خصيصا هذا اليوم. كل كآبة اليومين المظلمين اختفت وحلت مكانها سماء زرقاء ناعمة تحمل غيمة أو غيمتين وكأنهما قطن أبيض مندوف، إلا أن الشمس كانت تسرع إلى مطاردتها بأشعة قوية. لكن حتى هذا كله لم يوضح لأنونا سبب الإحساس بأن كل ما في الريف الذي يسيرون على طرقاته مختلف. فبينما كرهت كل المناظر التي شاهدتها حول القصر وأراضيه الواسعة، وجدت هذا المنظر ساحرا. كانت الطريق ضيقة ملتوية تمر بقرى ساحرة معلقة على سفوح الجبال، حيث كل ما حولها أخضر مشرق خفيف كالريش وطازج، كأن أوراق الشجر قد تفجرت لتوها من براعمها. وهذا بالضبط ما قالته لجوزيف بعد أن رفعت نظرها عن الملاحظات التي كانت تسجلها على دفتر مذكرات أخرجته من حقيبتها. إنها كأرض الخيال، أليست كذلك؟ إنها شديدة الجمال. هذا ما أعتقده أيضا. يجب أن تريها في الشتاء حين ينتشر الثلج كثيفا فوق الجبال وسقوف المنازل، حينما تنحني الأشجار من ثقل الثلج فوق أغصانها، وحين ذلك فقط ستعرفين كيف تكون أرض الأحلام. هذه المنطقة منطقة شهيرة بجمالها، إننا في أطراف سهل لومبارديه تحت أقدام جبال الألب. لومبارديه، حتى الاسم جميل. أجل، هل تجدين أن الثلج رائع؟ هل تجدين التزلج يا أنونا؟ أجل قليلا، كنت أذهب إلى الشمال لأتزلج، وذهبنا مرة في رحلة إلى النمسا للقيام برياضات الشتاء. أنتم؟ أنا وصديقتي أنا.
إنها الفتاة التي أشاركها السكن. قريبا سنقف ونشتري طعاما نأكله في الريف، فلا داعي للعجلة اليوم. عندما مر بقرية صغيرة رائعة، توقف جوزيف وفك لها حزام الأمان وقال مبتسما: هو الآن أريدك أن تذهبي وتشتري لنا بعض الخبز من ذلك المخبز، ثم اذهبي إلى تلك الملحمة عبر الشارع واشتري لنا بعض النقانق للغداء، وستجدين قرب الملحمة هناك دكان حيث يمكنك شراء الزبدة وبعض الجبن الطازج. أوه، وأرى أن لديه كذلك بعض الخوخ الرائع. سألحق بك مدعيا جهلي باللغة، وبعد ذلك سأخبرك عن مدى نجاحك. لكن لن أستطيع، خاصة أنك ستلحق بي لتسجل انتقاداتك. سأكون كتلميذة عادت إلى المدرسة لتخضع لامتحان ما. امتحان أنا أعرف أنني سأفشل فيه. حسن جدا، لن ألحق بك. سأذهب إلى محل البقالة وأجلب الزبدة والجبن والخوخ. تفضلي. أخرج حافظة نقوده ووضع حفنة كبيرة من الأوراق النقدية في يدها. أحضر الخبز والنقانق وسأشتري الأشياء الأخرى، سنتقابل هنا بعد 10 دقائق. خلال دقائق قليلة كانت قد أنهت مشترياتها وعادت إلى السيارة قبل وقت لا يذكر من عودة جوزيف، والذي وصل محملا بعدة أكياس من ورق وزجاجتين من المرطبات. التفت إليها بعد أن جلسا في السيارة: كيف جرت الأمور؟ أوه، دون مشكلة. دون مشكلة؟ أبدا. بالنسبة للخبز أشرت إلى ما أريد رافعة 4 أصابع، ففهمت البائعة ما أريد تماما. والنقانق؟ أوه، في الملحمة كان هناك شاب طلبت منه بلغة الإنجليزية النقانق، فسألني أيضا بالإنجليزية: كم تريدين سينيورا؟ ولم أجد سببا لحرمانه من تجربة الحديث معي بالإنجليزية. ابتعدت بهما السيارة عن القرية الصغيرة، ثم انحرفت تصعد مرتفعا وصلا في نهايته إلى ما ظنته أنونا موقفا للسيارات، ثم وجدت أنه متنزه تحيط به الأشجار، متنزه نظيف فيه مقاعد وطاولات خشبية مثبتة في الأرض، موضوعة كلها تحت أشجار زيزفون. أنزل جوزيف السلة التي استخدمها في اليوم السابق وغسل الكؤوس والصحون تحت مياه جارية تصب في بركة حجرية كبيرة، ثم شرع يحضر المائدة على إحدى الطاولات. هيا اجلسي. قبل أن ينزل من السيارة أخرج من العلبة الصغيرة أمامها نظارة شمسية، فأخفى عنها بذلك تعابير عينيه، فقررت أن تحذو حذوه وغطت عينيها بنظارتها وقالت بسعادة: هذا أفضل، من كان يظن أن يحدث هذا التغيير في الطقس بعد يوم أمس؟ تلاشى صوتها وهي تتذكر أنهما وفي هذه اللحظات بالذات من يوم أمس كانا يقفان يدا بيد عند مذبح الكنيسة، وهي تظن أنها تتزوج من أليكسي، لكن هو فيما كان يفكر. فجأة أحست بأنها لا تريد تفسيرا، ليس الآن ولا هنا، فمدت يدها بسرعة إلى النقانق واللحم الذي اشترته وقالت بصوت مرتجف: أنا دهشة لعدم وجود أناس كثيرين هنا، ظننت أنه في مثل هذا الوقت من السنة. ونظرت حولها إلى بعض المتنزهين المنتشرين في المكان الواسع. صحيح. وصب الشراب المرطب من إحدى الزجاجتين في كأسيهما وأردف: لكن لو كان اليوم هو الأحد لما تمكنت من إيجاد مكان تجلسين فيه، في نهايات الأسبوع يتوجه سكان المدن المجاورة إلى الريف فيضج عند ذلك ويزدحم بالأولاد والناس والكلاب والدراجات. دفع الزبدة نحوها مع السكين: ابدأي بالعمل أرجوك، وضعي لي الزبدة في الخبز. طبعا. أحست أنونا بأصابعها تفقد براعتها وهو ينظر إليها، فلا الخبز انقسم ولا الزبدة امتدت. لابد أن جوزيف شاهدها، فسارع لأخذ السكين منها ليتابع بنفسه تحضير الطعام. وأخذت أنونا ترتشف شرابها وهي تفكر بحزن فيما إذا كان يذكر الأمس.
حين أطعمها كسرات الخبز والباتيه في السيارة، أشاحت بصرها عنه إلى الوادي، إلى ألوان قمم الأشجار المتغيرة والتي يتلاعب بها الهواء. ودون أن تعي ما تفعل، مدت يدها فتناولت قطعة خبز، لاحظت بعدها أنها كانت جائعة. بعد أن أنهيا الطعام، مدت يديها المرتعشتين لتتخلص مما تبقى من أثر الأكل وتضعه في الأكياس الورقية. فقال لها بلهجة لا تقبل الرفض: اتركي هذا الآن، أليس لديك أسئلة تطرحينها علي أنونا؟ نظرت إليه تهز رأسها نفيا وأطرقت، ثم أحست بالانزعاج وهي تسمعه يضحك ضحكة عميقة جعلتها تحمر خجلا، ولم تلبث أن رفعت نظرها إليه صائحة: كيف تجرؤ على الضحك وأنت من زجني في مثل هذا الموقف الرهيب؟ بدا أن في كل نبرة من نبرات صوته خطر ما، وهو يردد: أنا من زجك في هذا الموقف؟ أنا وحدي، أنا من إنسان آخر قد توجهين له لوما بسيطا. سرعان ما هبت للدفاع: أتعني أليكسي؟ لابد أن هناك تفسيرا ما، إذ يستحيل أن يقبل بأن أمر بهذه المعاناة. أما أنا فأقبل، أهذا ما تعنين كارا؟ لا تناديني هكذا، فالكلمة غير صادقة، خاصة وأنت تعلم أننا بالأمس وفي مثل هذا الوقت ما كنا نعرف بعضنا بعضا. ارتفع حاجباه حتى التصقا ببعضهما بعبوس. لكنك الآن زوجتي أنونا، ومهما كان ظنك، هذا الوضع يتطلب تضحية كبرى مني. يجب أن أقدمك إلى أصدقائي على أنك زوجتي، ثم بعد ذلك علي أن أدعي أمامهم أنك فضلت ابن عمي الأصغر أليكسي، وهذا ما لن يسرني أنونا. ورمى عقب سيجاره الرفيع إلى الأرض ودسه بوحشية، ثم وقف. بقيت أنونا جالسة تنظر إليه، فشناعة الموقف ترصبت ببطء في ذهنها للمرة الأولى. لقد كانت منغمسة ببؤسها الخاص وصدمتها، فلم تفكر لحظة في مشكلته. ثم قالت: أنا ولكن لماذا؟ خرجت الكلمات منها نحيبا وساد الصمت، لكنه ردد تساؤلها بالحيرة التي بدت عليها: لماذا يا أنونا؟ لماذا حقا؟ سألت نفسي هذا السؤال مرارا منذ الأمس. كل ما أستطيع قوله أنني من أجل أليكسي قد أفعل أي شيء، وقد وجدت أن علي أن أصحح أخطاءه. كان مستاء جدا ومقنعا وهو يتحدث إلي على الهاتف. وهمست: ولكن لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا يستطيع الوقوف في وجه أمه. لقد سيطرت عليه طوال حياته، وقبل ذلك سيطرت على حياة أبيه وأخته من أبيه. أترين يا أنونا، إن القصة تعود إلى زمن بعيد. كان والدي ووالد أليكسي توأمين متماثلين، لكن أبي كان أصغر بنصف ساعة. تربيا دون أن ينفصلا تقريبا، وقد تزوجا من ابنتي عمهما الشقيقتين، وهو أمي وأم جينا. لكن أمي توفيت عندما كنت في الثالثة من عمري، ثم توفيت خالتي ليزا وأنا في الثامنة. في تلك الأيام كانت العائلتان تعيشان معا في القصر، وهما متفقتان على أن الأملاك ستقسم بين التوأمين بالتساوي. لكن عندما تزوج عمي ثانية تغير كل شيء. رغم صغر سني وقت ذاك، عرفت أن توترا رهيبا ساد المنزل. ثم ظهر محامي العائلة فأمضى وقتا طويلا معنا، وأدركت أن لهذا علاقة بابن العم الصغير الذي ولد، لكنني لم أفهم السبب. بالطبع بعد ذلك فهمت أن زوجة عمي الثانية كانت طموحة بشأن ولدها، فأبدت رغبتها في حرماني. ولو لم يمت والدي فجأة إثر نوبة قلبية لاختلفت الأمور. ولكن وهز كتفيه دليل عدم الاكتراث، وأصبح وجهه قاسيا خاليا من المشاعر. ما حصل هو أن الساحة أصبحت خالية لما تريد من خطط شاءت تنفيذها، وبالطبع لم تكن تلك الخطط تشملني. لكن عندما بلغت 21 علمت أن ما ظننته إرثي ليس إرثي تماما، بل إرث أليكس.
ومات عمي في السنة التالية، ومع أنه كان يعاملني بلطف إلا أنه ترك نفسه ألعوبة بين يدي زوجته المتسلطة، كما جعل ابنته وكل ما في المنزل تحت سيطرتها. نظرت إليه عاجزة: آسفة يا جوزيف، لكن ألم تمتعض من الأمر؟ أعني من أن يكون أليكسي. فابتسم بمرارة: اعتدت على هذا، فأنا لا ألومه. في الواقع أحببته دائما، كان الأخ الأصغر الذي لم ينجبه والدي. لا، لم يكن له يد فيما حدث، بل على أمه يقع الوزر كله، وهي كما تعلمين امرأة متسلطة لم يستطع أن يقف في وجهها. وهكذا أجبرت على ترك منزل عائلتك القديم. لم أكن مجبرا، بل قالت السيدة زوجة عمي بكل لطف أنني أستطيع الحصول على وظيفة في الأملاك، وبكلمات أخرى دعتني إلى الاستمرار في إدارة أعمالهم، لكن على أساس أنني مدير فقط. رفضت طبعا، وأبقيت نفسي بعيدا عنها وعن سلطتها منذ ذلك الوقت، رافضا كل أغصان الزيتون التي رفعتها. لقد أحسست بالحرية منذ هربت من نفوذ القصر. حتى الآن؟ نعم، كما تقولين. بدا لي لحظات غير راغب في قول المزيد، فسألت: لكنني ما زلت لا أفهم. أوه، سامحيني، فتفكيري غرق في أشياء قديمة. سمعت عنك للمرة الأولى يا عزيزتي عندما اتصل بي أليكسي يخبرني عن التقائه بك وعن رغبته في الزواج منك، شاءت أمه أم أبت. يومها شدني قراره هذا، لأنه أخيرا استطاع الوقوف على قدميه، فشجعته على المضي في الأمر. ثم بعد بضعة أيام تلقيت منه رسالة يقول فيها أن أمه تضغط عليه، فعلمت عندها أن عزيمته بدأت تلين. لكنني اعتقدت أن أمه قد تكون على حق، ومع ذلك نصحته في المضي قدما في خطته الأصلية، لأنني كنت أؤمن دائما أن زواجه سيكون وسيلة ليتحرر من أمه وتأثيرها. ولست أدري ما قد يكون الأمر بالنسبة لك أنونا، فأنا أظن أن عليك الوقوف على قدميك لوحدك. وضحك في وجهها ضحكة ساحرة، وكانت فكرته قد صدمتها، فاقشعر جسدها وارتجف. ثم بعد فترة اتصلت بي أمه وذكرتني بأنني وعدت عمي برعاية أليكسي، وقالت إن وقت تنفيذ الوعد قد أزف. نظر إليها فلاحظ الشحوب على وجهها، ومع ذلك أكمل قصته: حسنا، كنت مؤدبا معها، لذلك ظنت أنني نسيت وسامحت. وعندما أصغيت إلى روايتها ضحكت قبل أن أسألها: ماذا تريدينني أن أفعل؟ وقلت: بالتأكيد لا، لا تتوقع مني أن أتزوج الفتاة. فساد بيننا صمت طويل، عرفت خلاله أنها فعلا تريد مني تنفيذ تلك الفكرة المجنونة. ثم بعد أن فكرت في الأمر مليا رأيت ما وراء حديثها، ثم فكرت في أنني إن أطعتها زالت مخاوفها. لكنني نويت أن أقدمك لأليكسي حينما يأتي. أحست بصلابة وجفاف في شفتيها حين أجبرت الكلمات على الخروج من بينهما. لكن ماذا طلبت منها بالمقابل؟ لا أحسبك ترضى بفعل هذا إرضاء لها فحسب. لا، فلنقل أنني قلت أنني موافق على المضي في لعبتها لاعتبارات أخرى، ولم يبدر لكليكما. أوه، حسنا، لست ألومك حقا، ولكن من المفترض أن أليكسي يحبني، فكيف قبل بهذا؟ مد يده عبر الطاولة ليمسك ذقنها ويرفع رأسها لئلا تشيح بنظرها عنه. كارا، إنه يحبك، ولا أستطيع التفكير في أنه خاطر من أجل شيء كما خاطر من أجلك. وتأكدي أنه عندما يحين الوقت سيأتيني طالبا مني زوجته. لمست بسمة رقيقة شفتيه لم ترى مثلها منذ أن بدأ شرحه هذا. عندها سيكون أمامكما الحياة كلها، وهذه الفترة ستكون تجربة تخبرين أطفالك عنها. ثم هب واقفا متقدما إليها وجذبها على قدميها. والآن يجب أن نعود، سأساعدك على تنظيف المكان.
بعد قليل ركبا السيارة وسألها: هل أنت جاهزة؟ أجل. والتقت عيونهما قبل أن يغلق بابه. النظرة في عينيه أشفلتها، فهي تعرف الكثير عن الرجال ولن تخطئ الرغبة التي أطلت منهما، لكن من وجهة نظرها ما كان أكثر إزعاجا لها هو ردة فعلها، فقد تاقت إلى أن تقترب منه وتشعر بدفئه، وأحست بوضعها الغريب هذا، إنها متزوجة وغير متزوجة في آن واحد، لكنها أملت وكم أملت في ألا يؤخر الرجل الذي تحبه لقاءهما طويلاً.